صراحة أكبر مصدر دخل لي أنا أبار اليوتيوب أبار فايفر أبار تقريبا ديال التطبيق ديال جيم موبيل. غنوريكم هذا التطبيق هذا شحال دخلت منه. راه في هاد 2023 الناس من لي زامي ديالي كاين اللي دخل مثلا 200 دولار، كاين اللي كيدخل 150 دولار، كاين اللي دخل 270 دولار غير بهاد الطريقة اللي كادي نبارطاجي معكم. لهذا كنقول لكم الشباب في هاد الصيف هذا استغلوه شي حاجة اللي غتنفعكم، أما داكشي ديال التيك توك، أما داكشي ديال الصاحب، أما داكشي ديال القهوة ديال الشيشة، هاداكشي راه غير غتضيعوا فيهم وقتكم وصافي. شي حاجة اللي غتستافد منها حاول انك تتعلم فيها. دونك يوما اخويا غنوريك واحد الاستراتيجيه، لان كنلقى اغلبيه الناس طبعا كيكونتاكتوني كذلك في التليجرام كيقول لي خويا ياسين الله يرحم لك الوالدين صيفط لنا كذلك الاستراتيجيات، حنا مبتدئين، حنا ما عندناش راس المال، عندنا غير شي حاجه قليله، نبداو غير ب 10 دولار. لان في هذا الفيديو غنعطيكم الاستراتيجيه كنقول لكم وكنعاودها، الا طبقتيها اخويا راه ما يمكنش ما تربحش، على الاقل هذه على الاقل دخل 30 دولار او 40 دولار كذلك ديالك. دونك اليوم غنحاولوا نديروا ايداع طبعا بواحد المبلغ ديال 10 دولار ونحولوا كذلك لواحد المبلغ ديال 50 دولار. كنقولها وكنعاودها اسيادنا طبعا الناس اللي ما عندهمش كذلك الرصيد ديال الباير او كذلك الرصيد ديال اليو اس دي تي بالنسبه للنيتورك 30 تي ار سي 20 او كذلك الرصيد ديال تي ار اكس غيكونتاكتوني كذلك في التليجرام. وقبل ما نبداو هذا الفيديو خليو معكم واحد لايك وخليو كذلك معكم واحد المتابعه باش اي فيديو كذلك حطيناه في القناه توصلوا به كذلك انتم الاولى. دابا سيدنا كيف كتلاحظوا معايا عندي واحد المبلغ ديال 54 دولار اللي حصلت عليها كذلك من هذه المنصه. دابا قدامك اخويا غندير عمليه ديال السحب وكذلك غنتوصل بهذا المبلغ طبعا في المحفظه ديالي الالكترونيه. كيف كتلاحظوا معايا غنحدد المبلغ اللي غادي نسحب، انا غنسحب طبعا مبلغ ديال 50 دولار. ديك الساعه غنكليك على تاكيد السحب بمجرد اخويا ولا اختي كتكليك على تاكيد السحب، ديك الساعه كيدوزوا لك المبلغ ديالك طبعا في المحفظه الالكترونيه ديالك. وانا ديجا كذلك سحبت واحد المبلغ ديال 10 دولار كيف كتلاحظوا معايا توصلت به، ودابا حاليا سحبت كذلك واحد المبلغ وكيف كتلاحظوا معايا انا توصلت كذلك بالمبلغ ديال 10 دولار. وكذلك صراحه افضل منصه اللي كنربح منها صراحه الفلوس هي هذه المنصه، توصلت كذلك بواحد المبلغ ديال 10 دولار. وانا غنوريكم التاريخ وغنوريكم كذلك فوقاش توصلت كذلك بالمبلغ، توصلت به تقريبا 22 كذلك غوش. اما بالنسبه كذلك هذه المنصه الناس اللي غادي يخدموا عليها راه غيدخلوا صراحه مبالغ اللي كبيره. وكذلك توصلت بواحد المبلغ ديال 51 يو اس دي تي كيف كتلاحظوا معايا. بالنسبه للمنصه ممكن تسحب عن طريق تي ار اكس، ممكن تسحب عن طريق اليو اس دي تي، هذه بالنسبه كذلك الدفعه ديال ادسنس بمعنى الارباح ديال الشهر، يعني تقريبا كل شهر منه تقريبا 21 جوجل ادسنس كتصيفط لك كذلك الارباح ديالك اللي كتربحها كذلك من اليوتيوب. كيف كتلاحظوا معايا عندي تقريبا 170 دولار، هذه بالنسبه للارباح ديال اليوتيوب. راكم عارفين الارباح ديال اليوتيوب كتكون ارباح اللي هي قليله لانني انا كنستهدف المغاربه، اما بالنسبه للناس اللي كيستهدفوا كذلك الدول الاجانب راه كيربحوا ارباح اللي هي كبيره. الار بي ام كيكون فيه تقريبا 30 دولار حتى 40 دولار. مثلا هذا الفيديو شحال ضرب لي، يعني تقريبا كل ساعه كيجيب لي تقريبا 172 مشاهده، تقريبا كل 48 ساعه كيجيب لي مره 5 كا مره 6 كا مره 7 كا. كيف كتلاحظوا بالنسبه للمصدر اللي كنتلقى منه كذلك المشاهدات هو مصدر البحث، يعني محركات البحث. اليوتيوب كتقترح هاد لا فيديو، الناس كيدخلوا كيبحثوا على شي حاجه كيطلع لهم كذلك الفيديو ديال هادي. بالنسبه للارباح اللي ربحتها كذلك من هاد لا فيديو 650 دولار، نقولوا تقريبا داك 7000 درهم بحال هكاك اللي ربحتها كذلك من هاد لا فيديو. اما بالنسبه للار بي ام الارباح لكل 1000 مشاهده يلاه كربح دولار فاصله 49. الشباب ركزوا معايا الله يرضي عليكم، اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الاضافه صراحه انا عجبات نكونوا واقعيين ضفتها كذلك المنصه. ممكن اخويا ولا اختي تربح على الاقل مبلغ ديال 3 دولار 4 دولار حتى 5 دولار، ممكن انك تربحها من هذه المنصه بدون راس المال بدون ايداع. كنقولها وكنعاودها بدون ايداع تقدر انك تربح هذا المبلغ، يعني تقريبا المنصه كل 3 ايام او 4 ايام غتبقى تصيفط لكم واحد ليكود، هذوك ليكود غتحاول انكم تدخلهم في هذا المكان هذا رمز التاكيد، غتحاول انك تدخل رمز التاكيد ديك الساعه غتكليك على تبادل، ديك الساعه غيصيفطوا لك 3 دولار 4 دولار 5 دولار طبعا في البالونس ديالك، ممكن انك تلعب بها. وبالنسبه لذاك المبلغ قابل للسحب، يعني ممكن انك تسحبه مع العلم بالنسبه للحد الادنى للسحب طبعا في هذه المنصه اللي هو تقريبا 10 دولار اللي هي تقريبا 100 درهم. المهم سيادنا بالنسبه طبعا في هذا الفيديو كذلك غنعطيكم واحد الاستراتيجيه بالنسبه للمبتدئين اللي باغيين يدخلوا على الاقل بواحد المونطو، يعني واحد المبلغ ديال 10 دولار. ركزوا معايا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يديروا تعبئه الرصيد، غدير تعبئه الرصيد هنا غتدخل المبلغ اللي غدير به التعبئه سواء 1 دولار سواء 5 دولار، انا غندير طبعا تعبئه الرصيد بواحد المبلغ ديال 10 دولار. غنجيو كذلك الباير ديالنا، ديجا انا ربطت الباير ديالي، ممكن تربط كذلك الادريس واليت يو اس دي تي كذلك تي ار اكس، انا ربطت كذلك الباير. غتحاول انك تدخل المعرف طبعا ديال الباير الخاص بهم، ديك الساعه غتدخل الكميه اللي غدير بها الايداع، انا غندير ايداع مثلا بواحد المبلغ ديال 10 دولار. ديك الساعه غتكليك على منتهي، غتكليكوا على منتهي غتنتظروا تقريبا واحد المده ما بين 15 سكوند حتى ال 25 سكوند، ديك الساعه كيدوزوا لكم المبلغ. دابا البنات
الدراري الله يرضى عليكم ركزوا معايا. اول استراتيجيه غنختاروا بالنسبه للطائره انها غتطلع لفوق وغنلعبوا كذلك بواحد المبلغ ديال 3 دولار. 3 دولار هي اللي غتحاول انك تلعب. دابا حاليا سيدنا غنتظروا كذلك العد التنازلي على من يسالي وغتشوفوا كذلك المبلغ اللي ربحنا. كيف كتلاحظوا معايا ربحنا كذلك واحد المبلغ ديال 5.58 دولار. صراحه مبلغ صغير ولكن انا دائما كنجيب لكم كذلك استراتيجيات باش تلعبوا كذلك بمبالغ اللي هي صغيره. دونك دابا ركزوا معايا اسيادنا غنلعبوا كذلك بواحد المبلغ ديال 6 دولار وكذلك غنختاروا الطائره انها تهبط كذلك لتحت. راه صراحه هاد اللعبه لحد الساعه مغاربه ناس اجانب كيدخلوا منها الزباله ديال الفلوس. كنقول لك زباله يعني 100 دولار 200 دولار 500 دولار كيدخلوها كذلك من هاد اللعبه وسورتو الناس اللي كيخدموا على الافيليت. دابا كيف كتلاحظوا معايا كذلك خسرنا. هو بالنسبه للاستراتيجيه راه خصكم تطبقوها بحال اللي كنلعبها انا يعني ما مديرش المبالغ طبعا من راسك. دابا غنلعبوا بواحد 7 دولار وكذلك غنختاروا الطائره انها غتطلع الفوق. كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا ربحنا كذلك واحد المبلغ. غنشوفوا كذلك المبلغ اللي ربحنا. غنتظروا كذلك العد التنازلي. كيف كتلاحظوا معايا الشباب ربحنا كذلك واحد المبلغ ديال 13.65 دولار. دابا حاليا عندي في البالونس 14 دولار. المهم الشباب شوفوا راه اقسم لكم بالله الى هذه اللعبه كنصحكم من القلب سيروا دابا حاليا ندخلوا ليها. كيف كتلاحظوا معايا دابا غنلعبوا ب 10 دولار وغنخسروا كذلك الطائره انها غتطلع الفوق. كيف كتشوفوا معايا غنتظروا كذلك العد التنازلي يعني من غيسالي. دابا حاليا ربحنا 23.72 دولار. دابا غنلعبوا اسيادنا بواحد المبلغ ديال 3.5 دولار وغنخسروا كذلك الطائره انها غتطلع الفوق وبطبيعه الحال غادي نخسروا. كيف كتشوفوا معايا غنتظروا كذلك العد التنازلي يعني من غيسالي. دابا حاليا 13 12 11. وكذلك واحد القضيه بغيت نقولها لكم بالنسبه قبل ما نساليو هاد لا فيديو. بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو السولد ديال باير او السولد كذلك ديال يو اس دي تي او كذلك السولد ديال تي ار اكس غيكونتاكتيوني كذلك في التليجرام ماشي الواتساب. ديك الساعه غتصيفط لي الادريس والد ديالك. ديك الساعه غنصيفط لك كذلك اليو اس دي تي اللي باغي حاليا تشري. دابا حاليا خسرنا اسيادنا. دابا غنخسروا كذلك الطائره انها تهبط كذلك لتحت وغنلعبوا كذلك بواحد المبلغ ديال 15 دولار. 15 دولار هي اللي غتحاولوا انكم تلعبوا بها. ما ديروش مبالغ من راسكم راه كنقولها وكنعاودها. كيف كتلاحظوا معايا غنتظروا كذلك العد التنازلي على من غادي يسالي. بالنسبه طبعا هاد الجيم هادي كلها تقريبا 3 ايام او 5 ايام غنبقى نحط لكم كذلك استراتيجيات بمبالغ اللي هي صغيره كيفاش تحول كذلك واحد المبلغ ديال 5 دولار لواحد المبلغ كذلك ديال 30 دولار. اما بالنسبه مبالغ كبيره اغلبيه الناس ما عندهمش داك المبالغ باش نعطيكم كذلك استراتيجيات باش تلعبوا كذلك بمبالغ اللي هي كبيره. دابا غنلعبوا اسيادنا بمبلغ ديال 5.50 دولار وغنخسروا كذلك الطائره انها غتطلع الفوق وبطبيعه الحال غادي نخسروا. كيف كتشوفوا معايا دابا العد التنازلي قريب يسالي دابا حاليا. المهم الشباب كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا خسرنا. بقى لي اخر طرح وغندير عمليه ديال السحب وغنتوصل كذلك بواحد المبلغ ديال 50 دولار. دابا غنلعبوا اسيادنا بواحد المبلغ ديال 23 دولار وغنخسروا 24 دولار عفوا وغنخسروا كذلك الطائره انها غتطلع الفوق. كيف كتلاحظوا معايا كتلاحظوا معايا دابا حاليا الطائره انها غتطلع الفوق. شوفوا البنات الدراري بالنسبه هاد الجيم هادي استغلوها في هاد الصيف يعني في 2013 استغلوها قبل ما يدخل كذلك 2014 تكونوا على الاقل جمعتوا واحد 200 دولار 500 دولار 700 دولار غير بالاستراتيجيات كذلك اللي كنعطيكم. دونك دابا حاليا شوفوا شحال عندي في البالونس. عندي مبلغ ديال 51 دولار اللي حصلت عليها كذلك من هاد الجيم عن طريق اعتماد على الاستراتيجيه. دابا حاليا غندير عملية ديال الويدرو وغنجيو كذلك العمولة. ديك الساعة غندير عملية ديال السحب. ديك الساعة كتحدد المبلغ اللي غتحاول انك تسحب يعني الماكسيمو طبعا ديال السحب طبعا في هذه المنصة اللي هو واحد المبلغ ديال 10 دولار عفوا بالنسبة للافيليت ممكن تسحب من 5 دولار يعني يعني المبلغ اللي بغيتي. كذلك بالنسبة للسحب طبعا ديال البالونس ممكن تسحب كذلك 10 دولار. دابا انا حاليا سحبت واحد المبلغ ديال 50 دولار. غنتظر اسيادنا طبعا العد التنازلي يعني من غادي يسالي وكذلك غيوصلني المبلغ طبعا يعني في الباير ديالي. كيف كتلاحظوا معايا غندخلوا كذلك الباير. كيف كتشوفوا معايا ها هو المبلغ كذلك توصلت به يعني مبلغ ديال 50 دولار اللي توصلت كذلك عفوا هذه 10 دولار ديجا توصلت بها. كيف كتشوفوا معايا مبلغ ديال 50 دولار كذلك 50 دولار اللي توصلت بها كذلك من هذه المنصه. المهم سيادنا هادشي اللي كاين في هذا لا فيديو خليو معكم واحد لايك وقولوا لنا كذلك في الفيديو الجاي ان الاستراتيجيه بغيتو نحط لكم واش تبداو كذلك بمبلغ ديال 5 دولار او مبلغ كذلك ديال 3 دولار. يعني قولوا لنا نتوما كذلك الميزانيه ديالكم اللي تقدروا انكم تبداو بها. سيادنا خليو معكم واحد لايك وتهلاو لي كذلك.